انطلقت وحدات من القوات المسلحة التابعة لسرية عمليات جدابية من الكتيبة 166 مشاة في عمليات تدريبية، وذلك امتثالا لتعليمات وتوصيات القائد العام المشير خليفة حفتر المتواصلة للرفع من كفاءة جنود وضباط القوات المسلحة وتطوير قدراتهم في العلوم العسكرية والارتقاء بالأداء القتالي والفاعلية الميدانية والاستعداد والجاهزية العالية للرد على أي خطر يهدد أمن الوطن والمواطن وحماية مقدرات الشعب. وبانضباط وتنظيم لصفوف الجنود البواسل، أقيم في وسط الصحراء ميدان رماية واسع مجهز بلوحات التصويب لتدريب الجنود والضباط على سرعة فك وتركيب الأسلحة والحفاظ على فاعليتها، وللتدريب على الرماية بالذخيرة الحية للأسلحة الخفيفة والمتوسطة ومنها البنادق الألية لكلاشينكوف ومضاد الطيران أو ما يعرف بالـ 14.5 ومضاد للدروع المتوسط المدى، وذلك في جميع الأوضاع القتالية. وأدت وحدات الجيش مهامها التدريبية بروح معنوية عالية يعكسها الأداء القتالي الفعال، كما اتسمت تدريبات الرماية بدقة وكفاءة عالية أثناء التدريبات الميدانية للجنود والضباط. وتعمل القيادة العامة بشكل متواصل على رفع كفاءة وحداتها عبر إجراء التدريبات والمناورات القتالية لخلق جنود منضبطين وأكفاء لأداء المهام المنوطة بهم بسرعة وإتقان في كافة أرجاء الوطن. أبو بكر العقيدي، ليبيا الحدث.